يعني أول شيء بدي رحب بالجميع. إحنا كتير هيك مبسوطين لأنه خلينا نقول عم نغير شوي جو عن كل شيء عم نعيشه بالبلد وكل شيء هيك بيزعل الناس. يمكن امبارح كنت عم بحكي مع أصحابه وعم بقول إن عندي مؤتمر صحفي هيك مبسوط كتير إنه أحكي فيه وهو شيء عن الطيور وصاروا يحكوا علي يعني ويحكوا على الدولة إنه أنتوا كيف بشو ملهيين وروحوا شوفوا المأساة وروحوا شوفوا ما بعرف شو وروحوا خلوا الناس تحكي وعم توقفوا ناس وعم تعملوا أنا هون بحب أقول إنه الدولة كدولة هي منظمة وكل حدا وكل مسؤول عنده دور يشتغله وعنده مهمة يعملها ونحن منا عم نعمل إلا مهمتنا والله يساعد معالي الوزير على مهمة صعبة كتير ببلد يعني مثل ما عم بتشوفه مشاركة سياسيا ومعرقل إداريا ومنهار اقتصاديا إنما منحب دايما نأكد إنه إحنا وزارة عم تشتغل وهني وزارة عم يشتغلوا كل واحد عم بيعمل دوره نحن وزارة منداوم بمكاتبنا يوميا نحن منشتغل ليل نهار نحن تركنا شغلنا على جنب تنشتغل من قلب كتير كبير لأنه نحن مقتنعين إنه هذا بلد ما بيموت لو شو ما صار فهلأ حب هيك وأنت عن جد من الناس يلي مثل ومثال قوي كتير بالبلد صدق يعني أنا بعرف هيك تفاصيل يمكن قليل اللي بيعرفوها بس بيسوى كمان يعرفوا قديش عم بتضحي بشغلك وبحياتك واجبنا أكيد هلأ مضطر أقرأ كلمة يعني صباح الخير برجع بقول صباح طبيعة الطيور المغردة تغريد من نوع آخر ما بيشبه التغريد السياسي أكيد بس هو تغريد بيخلينا هيك نشعر بالسكينة وبالرواء وبجمال الطبيعة بيسعدنا اليوم كوزارة إعلام أنه ندعم حملة توعية متعلقة بالبيئة وجبنا أنه نوقف إلى جانب وزارة البيئة وجمعية حماية الطيور بلبنان ABCL ورئيسها أستاذ فؤاد عتاني لنشر حملة حماية الطيور المهاجرة بيسعدنا أيضاً أنه تكون إذاعة لبنان هالإذاعة العريقة ويلي بتنشر التوعية من خلال برامجها أنه تكون السباقة إطلاق برنامج وثائقي متخصص للحديث عن الطيور المهاجرة يلي بتتعرض للصيد الجائر وهو برنامج رح ينبث يومياً الساعة 8:30 صباحاً ابتداءً من اليوم نشكر هون المجهود يلي قامت فيه إذاعة لبنان ومديرها الأستاذ محمد غريب والست ريتا جيم رومي والمخرج بول تاجيون من هون بتمنى على وسائل الإعلام ساعدتنا على نشر حملة توعية من خلال تبني شعار دعوا الطيور المهاجرة تمر بسلام أنا هوني كمان بحب أنه كمان أستاذ فؤاد نحاول نعمل شيء فيجوال للتلفزيونات كمان أو حتى برامج يعني نحن بنقدر كوزارة إعلام أنه نتعاون مع كل وسائل الإعلام أنه كمان الناس بتشوف أكتر من أنه بتسمع تعرف الطيور يلي هي بتنفع الطبيعة هي طيور لنا حق إذا كان في موسم صيد أنه نصيدها وفي طيور ما لنا حق أبدا أنه ندق فيها في طيور بتعيش بلبنان وهذا موضوع كمان بيسوى أنه المواطنين يعرفوا أي طيور بتعيش بلبنان وأي طيور بيسموها طيور بلدية يمكن ما بعرف إذا كمان في طيور هي ما في غيرها بلبنان أو بالمشرق يعني إيه هول عم نقول في شوية أنواع بيسوى أنه بلدية حافظ عليها إيه بلدية وهلأ رح أترك الكلام لمعالي وزير البيئة يلي هو رح يكون أساس هذا المؤتمر الصحفي أهلا وسهلا فيك شكرا حبيبي خليدي أول شيء أستاذ زياد شكرا ولكل وزارة الإعلام فريقها بكافة مكوناتها لي استقبالنا واستضافتنا اليوم وشكرا لأستاذ فؤاد عيتاني ولفريق الجمعية حماية الطيور ولكل البيئيين اللي عم يشتغلوا لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي اللي نتغنى فيه بلبنان البلد صغير وفي أزمات كتيرة وأزمات مزمنة وأزمات مستجدة بقضايا البيئة وبكتير قضايا بس خليني نركز على المشاكل البيئية اللي هي أكيد عم بتكون هلأ أكثر معاناة عم نعاني منها مع التدهور اللي موجود بكافة القطاعات ولكن هذا الشيء
ما لازم، وعم نقارب هذه المشاكل وهذه الأزمات إن كان فيما يتعلق بالتدهور البيئي، تلوث المياه، تلوث التربة، النفايات وغير قضايا، وكل مكون من مكونات الوزارة وشركائنا عم نشتغل عليه. ولكن هذا الشيء ما لازم يمنع أنه في هذا البلد الصغير تنوع بيولوجي هائل، هناك تنوع من النباتات والطيور والحشرات وكثير من الأمور اللي لازم نتغنى فيها ونحتفي فيها ونبرزها للناس ونوعي حولها ولا أهمية حمايتها. عم نشتغل أكيد على المحميات الطبيعية بلبنان وعلى زيادتها. في لبنان لأول مرة عملنا خارطة المناطق المحمية بين محميات ومواقع وحمى وكل ما يعني مناطق محمية، وتبين أنه في لبنان أكثر من 20% مناطق محمية بالقانون ولكن بحاجة لإدارة أفضل. لأقول أنه هذا البلد فيه أشياء جميلة جداً، وأطلقنا على كل الحملات التوعية لما نحكي عن التنوع البيولوجي وجه لبنان الجميل، لازم نحميها بكل قوتنا وكل مواردنا بالتكاتف مع الوزارات والإدارات والجمعيات والبلديات وكل الناس. فاليوم هذا المدخل والمقدمة لأقول حملة اليوم لحماية الطيور، كان حماية الطيور المهاجرة اللي بتمرق بعشرات الملايين، لأنه لبنان هو ممر مهم جدا جدا للعالم، وهيدي يعني إضافة للتنوع البيولوجي العالمي أنه بمر فيه الطيور من بالصيف والشتاء، فهذا الممر مهم جدا للتنوع البيولوجي العالمي، فلازم نوعي مثل ما قال الأستاذ زياد لتمر هذه الطيور بسلام. وأيضا هناك طيور مستوطنة أو طيور بلدية أو طيور موجودة كمان لازم نوعي عليها. فبتجي اليوم المبادرة بالصميم وزارة الإعلام مع الجمعية حماية الطيور مع الإذاعة لبنان اللي هي نفتخر بوجودها ولازم ندعمها وعم تتطور أكثر هلأ مع السوشيال ميديا لنوعي حول هذه الطيور الجميلة اللي موجودة. تغريد من نوع آخر مثل ما قال معالي الوزير، لازم نزيد ونرفع الوعي على أهمية حماية كل هذه الكائنات الحية الموجودة بلبنان، إنه وجه لبنان الجميل كتير ضروري نوعي عنه، كتير ضروري نشتغل إحنا والناس لحمايته، نمنع الصيد الجائر، نمنع التعدي الموجود. واليوم بداية كتير ممتازة مع وزارة الإعلام. بدي أقول شغلي، السبت مع معالي كنا بأهدن بحرش أهدن صحيح، وأطلقنا طير كان مصاب من مرة حدا أوسه أكيد، لأنه طير هو الحوام طويل الساق، اسمه شوي غريب شيك لونج ليج بازرد، واطلقناه ويدنا على قلبنا انه ما حدا يتصيده بعد ما يقطع من اهدن فلا مش الحال وفي عنايه له. ولكن هذا الطير المصاب، طير واحد مصاب انقذته جمعيه حمايه الطيور المهاجره بتعاون كمان مع جمعيه حمايه الطيور شركائنا بهذا العمل، اخذ اشهر من العلاج والعنايه واعاده التاهيل ليقدر يطير. فهذه التقويس اللي بتصير بطريقة خاطئة أو عن قصد لطيور مهاجرة، لطيور لازم تغني التنوع الموجود عندنا بلبنان، منا سهلة لما نخسرهم هؤلاء الطيور، وكتير صعب إعادة تأهيلهم وإعادة رجعهم على الطبيعة. أصلاً في سيكل بيروح يعني، أكيد بيصير في حيات زيادة وجرادين زيادة وقوارض زيادة في حلقة. فنحن فخورين بهذا التعاون أستاذ زياد مكيري وزارة الإعلام مع أستاذ فؤاد. شكرا لك، تشرف أستاذ فؤاد. بلبنان خلال الهجرة أو بصيف مفرخاً بلبنان أو بشتى فيه كل سنة، لليوم صرنا مسجلين ما يقارب 416 نوع من الطيور بلبنان، منها 46 نوع مهدد أو شبه مهدد بخطر الانقراض. للأسف 416 نوع كلها يتا بتتقوص بلبنان. أنا اليوم هون بالنيابة عن جمعية حماية الطيور بلبنان تعبر عن شكر العميق لوزارة الإعلام ووزارة البيئة للدور الحيوي وجهودها القوية اللي عم تشتغلها لحماية الطيور بلبنان وحماية الدورة البيئية بلبنان والتنوع البيولوجي بلبنان. قوة الوزارتين اليوم يعني هي أول شيء بدي أقول إنه في تعاون كبير ما شفناه قبل ولا بسنين تاني، قوتها بالتعامل مع جميع الأطراف من مجتمع مدني، من جمعيات، من مؤسسات لتحمي الطبيعة بلبنان ولتوعي العالم وتنشر هيدي الأفكار يلا من مهمة هي حماية الطيور والطبيعة بلبنان.
برنامج تغريد اليوم هو ثمر التعاون بين جمعية حماية الطيور بلبنان تحت رعاية مظلة وزارة البيئة وإذاعة لبنان تحت مظلة ورعاية وزارة الإعلام ومن إعداد طبعا جمعية حماية الطيور بلبنان تقديم مدام ريتا رومن جيم وإخراج أستاذ بول تاجيان. بحب أشكر جميع الحاضرين اليوم معنا وسائل الإعلام كلياتها الحاضرة كما تتغدى هالحدث وانتظرونا قريبا. الكلمة لمدام ريتا. شكرا. مدام ريتا عن البرنامج مش رحبت يعني كنت سعيد لأنه اليوم إذاعة شو دور إذاعة لبنان إن التوعي وتقوله للمواطن وين الصح وين الغلط وموضوع برنامج تغريد والطيور وحياة الطيور معيشة الطيور وكيف انه نحن ممكن نحمي هالطيور وامتى ونوجه المواطن امتى بيتصيد وامتى ما بيتصيد. هذا امر كتير مهم بالنسبة لنا وخاصة لانه موضوع الطيور بيتعلق بدورة الى علاقة بالطبيعة دورة الطبيعة. هذا امر مهم جدا وكان عم يحكي معلي انه اذا نحن قتلنا هالطيور طيب في حشرات ضارة بتأذي الإنسان ما حدا بيقدر إلا الطيور. فنحن أكيد سعداء بالتعاون معكم مع جمعية حماية الطيور مع وزارة البيئة وبرعاية معالي اللي منقدر ومنحترم وهو دائما متابعنا ومتابع إذاعة لبنان ودورة بين الإذاعات الموجودة. فأنا بدي أشكر الجميع وإن شاء الله نحن إذا منقدر كمان نطور هذا البرنامج للأفضل حتى بتعاون مع تلفزيون لبنان. حضرتك ذكرت هذا الموضوع نحن حاضرين لنقدم خبراتنا وشكر للجميع. إن شاء الله طبعاً طبعاً 100% وطبعاً يعني مدام ريتا اللي ساعدت وقدمت البرنامج وقعدت مع جمعية حماية الطيور وطمان كمان إلى الدور الأساسي بالموضوع بولتاجيان وينه بول بولتاجيان. فكمان نحن بدنا نشكرهم لأنه يعني كتير حلو يعني نحن اليوم صرنا مسجلين صرنا لحد اليوم مسجلين حوالي 20 حلقة وعنا نية أنه نعمل 100 على الأقل لحتى يكون على طول موجود على هواء إذاعة لبنان طبعا لأهميته أنه نحن نكون كمان أول إذاعة بلبنان عم تعمل دوكيومنتير بهالشكل عن الطيور. ما شفنا ولا إذاعة لبنانية عملت دوكيومنتير هيك مدته 3 إلى 4 دقائق يعني فيه كونسنتري بالمعلومات وبنفس الوقت لذيذ وكل طير عم نحكي عنه بنسمع تغريده يعني بنسمع البلبل بنسمع الوروار بنسمع العقاب بنسمع الحجل كل ما نكون عم نحكي عنه. فايدة كمان فريد من نوعه بالإذاعات. نحن بنقدم هالبرنامج ساعتين ونص صباحا كل يوم ومنعيده ساعة واحدة وهيدا دورنا منه غريب على إذاعة لبنان أنه تساهم بالحفاظ على البيئة بالحفاظ على الطبيعة يلي بتهمنا لأنه هي إذا الطبيعة بخير نحن بخير. والحقيقة أنا من الأساس ما بتصور كوكب الأرض بدون صامت بدون عصافير عم بتغرد فوق الأشجار قديش بتعطي حياة قديش بتقدر تفرحنا بالإضافة لأنه بتساعد البيئة. بعدين اليوم أجبالي شغلة بدي أقولها لمعالي الوزير كمان أنه الطير بالنسبة لنا رمز الحرية بيطير بجوانحه بيروح محل ما بده. كمان بيشبه الصحافي اللي أعلن معالي الوزير هنا بيروت عاصمة الصحافة العربية يلي بدنا إياها على طول حرة مثل الطير على ألا يتعرض لا الطير ولا الصحافة للصيد الجائر. صحيح. على ذكرة هنا بيروت عاصمة الإعلام العربي مدام ندى قواتلي عم نقدم نحن شيء هلأ برنامج عن بيروت. ربحت. عن بيروت وكل شيء عن بيروت. حلو. العادات والتقاليد والمكان والتاريخ والزمان وكل شيء. حلو. قول بيروت. هيدا دور إذاعة لبنان. كنا عم نحكي عن إذاعة لبنان هيدا دورة. أكيد. يعني هيدا أنا بعتقد البرنامج يلي اسمه سأحدثكم عن بيروت. بعتقد رح يكون مثل جوهرة موجودة بقلب مكتبة إذاعة لبنان بعد ما نزيعه ورح ينزع من جيل لجيل لأنه بيحكي عن تاريخ بيروت. كمان على فكرة بيت العيتاني زياد عيتاني كمان
وندى واتلي عم بتقدموا قاعدة أمل عيتاني، والإخراج لتوني موراني مثل عيتاني. هيدي الكليبات ومسؤولية بعدين نحط لها صورة. أنا بالصدفة هون السيد الوزير أصلاً اللي فوت، أنا كنت بزيارة عنده، أنا مهندس فادي عبيد بعضو برابطة المهندسين بإيم بنقابة ترابلس. حلو، يا لا بس كيف سيبت. الصدفة كتير حلوة إني أكون هون، وبأمل تقولوا كمان تعملوا بروجرام عن تاريخ ترابلس كمان. طبعاً. خلاص خلاص.